الحفل الكريم مع عروض الكفاءة القتالية. نشاهد من يمين ويسار المنصة تقدم مجموعات الكفاءة القتالية في تأهب لتقديم لوحة قتالية جماعية. الضيوف الكرام، نحن الآن أمام صورة من صور التدريب التي يتلقاها طلبة كلية الشرطة، بينما يسطر الطلبة في عمق ساحة العرض بأجسادهم على الشباك. تدريب الرجال رحلة كفاح. يظهر الطلبة الآن أمام المسطح الأخضر من اليمين واليسار مهارات التحرك المؤمن أثناء حمل الزميل في حالات الإصابة التي تستخدم في العمليات الشرطية. ومن خلفهم مجموعة من الطلبة تقوم بتمارين دفع الإطارات الثقيلة من على الأرض. بينما نشاهد في عمق ساحة العرض على الشباك المعدنية تسلق الطلاب بمهارة قتالية. كما يظهر أمام المسطح الأخضر الآن مجموعة من الطلبة أثناء اجتياز الموانع المشتعلة بالنيران الهيكلية. تجاوز الأسطوانة المشتعلة، البكرة المشتعلة. وفي المنتصف نشاهد الطلبة وهم يؤدون أقوى التمرينات لبناء العضلات بإطارات السيارات. ومن أقصى اليمين وأقصى اليسار يؤدون بعضا من التمرينات باستخدام اللوجات. بينما يقوم الطلبة أمام المسطح الأخضر باجتياز المسطرة المشتعلة من أسفل أجسادهم. ويظهر في اليمين واليسار مجموعة من الطلبة أثناء أداء تمرينات العقلة. كما يظهر من عمق ساحة العرض على يمين ويسار خط المنتصف مجموعة أخرى من الطلبة أثناء اجتياز الموانع المختلفة، ويعقبها سقطات أمامية من داخل الحلقة الدائرية. كما يظهر الطلبة مهاراتهم من يمين المنصة أثناء قيام مجموعة بجر سيارات الدوج رام المصفح والتي تزن الواحدة 5 أطنان. ومن خلفهم تقوم مجموعة أخرى من الطلبة بجر المدرعتين الشربة والتي تزن الواحدة 7 أطنان ونصف. ويظهر الطلبة على اليمين واليسار أثناء أداء بعض التدريبات باستخدام إطارات السيارات وتمرينات البطن. كما يظهر الطلبة مهاراتهم أمام المنصة باجتياز الحلقات الدائرية المشتعلة بالنيران الهيكلية. إنها لوحة تدل على جهد فائق ومقومات نجاح مدعومة بمهارات بدنية عالية. إنها المقومات المرجوة لضباط الشرطة والمهيئين تماما لحمل مسؤولية الأمن لمصرنا الحبيبة.